سنتعرف على هذه المعاناة من شقيقة أحد الجرحى والجريح محمد سكر، وهنا شقيقتها التي وصلت إلينا لتقديم هذه المناشدة. تحدث لنا، ما الذي جرى مع شقيقك؟ أخويا محمد كان ندور الكويت، فلما كان ندور الكويت ضربوا هناك اليهود، صاروا يرمونهم بالقذائف، وأخويا محمد إجته 5 شظايف في ظهره، وفي من الشظايا اللي كانوا في ظهره إجت واحدة في ظهره، عملت عنده إجت في الرئتين وعملت نزيف في المعدة. في واحد بيعرفوا محمد أخذوا دغري وأنقذوا، فلما أنقذوا دغري يعني صار يربط في رجليه ويعمل عنده الدم، ويعني هيك انقذه ودوين على المعمداني. المعمداني كتب له 3 عمليات، يعني كمان 3 ايام عمليه يعملوا له، كمان ثلاث ايام يعني يعملوا له عمليه. اخويا صار يستفرغ دم، يحط ايده على بطنه، صار يصرخ. ماما شغلت عليه، راحت للدكتور ثاني حكت له ابني هيك، يعملوا له عمليه مستعجل من الساعه 12 في الليل للساعه 6 الصبح، واحنا عرفنا على السحور. انا امي بغزه واخويا كمان الثاني بغزه، والله ان شاء الله الله يحميهم وينجيهم يا رب، ويحمي كل المصابين يا رب. بعد هيك صار عملوا له العملية والحمد لله اطمنا عليه. بعد هيك ماما شقلت على رجله، كانت فيها إصابة في رجله، وكانت في شظايا هي في رجله، كمان في شظايا في صدره، بس الشظايا اللي في رجله ايش عملت؟ قطعت عنده الشرايين. فش اخويا في رجلي عصب، فش عصب في رجلي، وان شاء الله هيك يا رب يشتغلوا الاورد عنده. فلما امبارح اتصلت على ماما، اتصلت على محمد، بحكي له يا محمد كيف حالك؟ وكان بعيط فجأة من العيط، بحكي لي يا شاهد ماما أخذوها اليهود، أخذوها. بحكي له وين أخذوها؟ لو بحكي لي اليهود ما بعرفش وين أخذوها. أنا بحكي له طب كيف ما بتعرفش؟ بديش ماما طلعت من عندك، لا هي ما قدرتش عم تكلم، وأنت بتحكي له يا محمد إيش صار معك؟ لا، وصار ياكلها عند اليهود، اخذوا ماما واخذوا الدكاتره واخذوا مش عارف ايش، وطلع كل الناس يعني اللي بكونوا مع المرضى المرافقين كلهم طلعوهم. فلما طلعوهم اللهم صل على سيدنا محمد، المرضى ضلهم لحالهم، وفيش رعاية هناك بالمرضى، يعني ماما كانت هي اللي تغير لمحمد الجروح، وهناك فيش مية، فيش أكل، فيش شرب. يعني ماما هناك من أول ما حاصروا اليهود حاصروا الشفا، فيش يعني 3 ايام ماما ما اكلت اشي ولا افطرت، كانت تروح تشحت الميه، والله تروح تترجى الناس، قسما بالله تترجى الناس، تروح تشحت منهم ميه عشان تعطيها لمحمد، تقطعها منها وهي صايمه تروح تعطيها لمحمد. يشوفوا اللي ايش بصير فينا، والله حرام يا الله، والله حرام. انا محمد اخويا لقيت له حلو بالشفا، ماما كانت تغير له على الجروح، كانت تعمل له، كانت سند له، كانت تسوي له ايش ما بده، كانت تعمل له ايش ما بده، وان شاء الله الله ينجيه منها يا رب. انا من طالب بالصليب يروح يجيب المرضى ويجيب كل يعني الناس اللي هناك، والله يشفيهم كلهم، يطلع لهم يا رب، يطلع لهم. والله احنا ما فيش فينا حال، والله ما فينا حال، يعني كل يوم نسمع خبر أسوأ من الثاني، كل يوم نسمع خبر أسوأ من الثاني، ما هيك متحملين وبنحكي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، غيره أحسن منه، غيره أحسن منه الثاني كمان، الحمد لله كل حاجة.